أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء 42 من سلسلة أفلا تذكرون. الله تبارك وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء أيها الأحبة الذين يطبقون هذه الآيات مصيرهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أي واحد منا أيها الأحبة لا يظن أن الجنة بعيدة عنه، لا يظن أن ملائكة الله ملائكة الرحمة بعيدون عنه، بل هم يمكن أن تكون هذه الملائكة قريبة منه إذا طبق هذه التعاليم البسيطة جدا. جنة أعدها الله للمتقين، ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. هل تعجز أن تعطي ولو القليل؟ لا تعجز. هل تعجز أن تكرم جارك، تتصدق ولو على ابنك أو على قريبك أو أحد أرحامك، أن تأخذ له هدية مثلا أو أن تأخذ له شيء هو يحتاج أو تساعده في أمر؟ كل واحد منا يستطيع أن يقدم الكثير. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هل تستطيع أن تعفو عمن أساء لك؟ عمل بسيط لا يكلفك شيئا. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الفاحشة تمت أو ظلم النفس تم. لنفرض أنك ارتكبت عمل سيء، ألا تستطيع أن تذكر الله؟ ذكروا الله، أمر بسيط جدا أيها الأحبة، لا يوجد تعقيد في القرآن الكريم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يقول استغفر الله العظيم ويتوب طبعا إلى الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعتقد في داخله أن الذي يغفر الذنب هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر بسيط، كل واحد يستطيع أن يعتقد أن الله قادر على مغفرة الذنب. الذي خلقك وخلق الكون ألا يستطيع أن يغفر ذنبك؟ ولم يصروا على ما فعلوا، أيضا عمل بسيط، أنك عندما ارتكبت هذه المعصية قل أنا لن أعود إلى ذلك أبدا، على الأقل لا تصر، قد تخطئ مرة ثانية وثالثة ورابعة، لكن في هذه اللحظة قل أنا لن أفعل ذلك إن شاء الله وتوكل على الله. إذن هل تستطيع أن تكون من هؤلاء؟ ما هي مكافأتك؟ جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض مقابل أشياء بسيطة. ولكن للأسف معظمنا يغفل عن هذه الآيات. هذه الآيات أيها الأحبة تضع أمامنا أساسا فيما يسمى بالعلاج بالبرمجة اللغوية العصبية. علماء النفس يستخدمون هذا العلم البرمجة اللغوية العصبية لمعالجة الغضب، لمعالجة الاكتئاب،
للتخلص من التفكير بالانتحار، لجلب مزيد من السعادة، لجلب مزيد من المال مثلا، لكسب النجاح، كسب الشهرة، كسب الأصدقاء، كسب ثقة الناس إلى آخره. هذا المنهج موجود في القرآن أيها الأحبة، لماذا نغفل عنه وهو أمامنا؟ الآيات هذه أيها الأحبة تضمنت مبادئ أساسية فيما يسمى بعلم البرمجة اللغوية العصبية. أول شيء، العلماء يؤكدون أن إنفاق شيء من المال طريق قصير للسعادة، وهناك دراسات علمية تؤكد ذلك أيها الأحبة. أنت عندما لا تسمح لغضبك أن ينطلق باتجاه الآخرين، فتكتم وتكظم هذا الغيظ وهذا الحقد وحب الانتقام، أنت تكون بذلك تجنبت الكثير من المشاكل. وعندما تتسامح، دراسات علمية تقول بأن المتسامحين والعافين عن الناس هم أطول الناس أعمارا. لماذا؟ لأنه يعيش حياة مطمئنة. الآية تقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. تضمنت هذه الآية ثلاثة إجراءات عملية لعلاج ظلم النفس: الانفعال الغاضب والتسرع والتهور هي أنواع من ظلم النفس أيها الأحبة. الإجراء الأول الاعتراف بالذنب، فعندما يرتكب المؤمن فاحشة أو يظلم نفسه أو يتسرع في تصرف ما، يدرك خطأه على الفور وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إن هذه الآية تؤكد على الاعتراف بالذنب، لأن الاستغفار وطلب المغفرة من الله لا يكون إلا بعد الإحساس بالذنب والاعتراف به. القرآن يأمرنا أن نعترف بذنوبنا أمام الله وليس أمام أحد على فكرة. يعني في الإسلام ليس لدينا اعترافات أمام كاهن أو أمام شيخ أو أمام شخص، علاقتك مباشرة مع الله، تعترف بخطئك ولا تصر على ما فعلت. تعلمنا هذه الآية أيها الأحبة اليقين بأن هذا الانفعال وهذا الخطأ يمكن معالجته، الغضب يمكن معالجته، ظلم النفس يمكن معالجته. حتى لو ارتكبت الفاحش، يعني التصور من عظمة القرآن وتسامح الإسلام أيها الأحبة. هؤلاء الملحدين يقولون إن إلهكم، طبعا الخطاب للمسلمين، إلهكم يريد أن ينتقم من الناس، يكره الناس، يريد أن يعذب الناس. طيب إله يقول لك حتى لو فعلت فاحشة، هل يوجد أعظم من ذلك؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يطلب منك فقط أن تذكره، أن تقول أستغفر الله فقط، لا يريد منك شيء آخر، وسوف يكافئك على الرغم من أنك أذنبت وعصيت وارتكبت الفاحشة وظلمت نفسك، يكافئك بجنة عرضها السماوات والأرض. طب هل هذا إله يصح أن نقول إنه يكره الناس، يكره خلقه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله تعالى يقول: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. طيب إله بهذا الشكل يريد أن يعطيك جنة عرضها السماوات والأرض فقط، على الرغم من أنك ارتكبت المعاصي وألحدت وأنكرت وجود الخالق وفعلت كل شيء، ثم يقول لك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هل يجرؤ ملحد منكم أن يقرأ هذه الآية؟ والله أنا لم أسمعها من أي ملحد على فكرة.
آلاف الفيديوهات موجودة وآلاف اللقاءات والحلقات والمناظرات، لم أسمع ملحدا واحدا يقرأ هذه الآية، لأنها تدمر عقيدة الإلحاد، تدمر كل المعتقدات الموجودة لديك أيها الملحد هنا تجاه الخالق العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يخاطب عباده حتى الملحدين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرف، ظلم نفسه كثيرا، ارتكب الموبقات، ارتكب الفواحش، ظلم نفسه، ظلم الآخرين، كفر بالله، كل أنواع الظلم والكفر مارسها، إسراف، أسرفوا على أنفسهم. على الرغم من ذلك يقول لكم: لا تقنطوا من رحمة الله. ثم يؤكد ذلك: إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما كانت حجم، مهما كان حجم ذنوبك سيغفرها الله لك، قادر على ذلك. نتذكر ذلك الشخص الذي أخطأ واستغفر، وعندما سأل الله ملائكته: ماذا فعل عبدي فلان؟ ماذا يريد؟ قالوا: يا رب، أخطأ واستغفر. قال: أعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قالوا: نعم. قال: قد غفرت له. ثم يمكث ما شاء الله، ثم يصيب ذنبا آخر فيفعل نفس الشيء، ثم يقول: غفرت له. ثم المرة الثالثة يمكث ما شاء الله فيفعل ذنبا أو يصيب ذنبا فيقول: أي رب اغفر لي. فيسأل الله الملائكة: أعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ فقالوا: نعم. قال: قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. طيب، هل يوجد رحمة أكثر من هذه؟ أفلا تعقلون؟ إله يقول لك: افعل ما تشاء بشرط أن تبقى مرتبطا بالله، تستغفر الله، تذكر الله، تحب هذا الخالق العظيم، والله سينجيك من هذه الفواحش. عندما تقطع صلتك مع الله سوف يستلمك الشيطان ويقودك في غياهب الضلال. عندما تلجأ إلى الله دائما حتى لو أخطأت لبعض الوقت، ولكن بالنتيجة الله سينجيك، وكذلك ننجي المؤمنين، وسيسحبك وينجيك من هذه الظلمات ويهديك، يخرجك من الظلمات إلى النور. شرط وحيد أن تذكر الله، تستغفر الله، وتقر أن الله قادر على مغفرة الذنب. طيب أيها الملحد، هل هذا العمل صعب بالنسبة لك؟ صعب أن تعترف بوجود إله وأنه قادر أن يغفر ذنبك؟ لماذا لا تفعل ذلك؟ سبحان الله. إذن أيها الأحبة، لدي آية في القرآن عجيبة جدا: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الآية لها تركيب عجيب. ما علاقة الغضب بالمغفرة؟ ما علاقة اجتناب الإثم والفواحش بموضوع المغفرة أو الغضب؟ الحقيقة أيها الأحبة، علميا، من الناحية العلمية، الذي يمعن في النظر إلى ما حرم الله، والذي يمارس الزنا وشرب الخمر وغير ذلك والمخدرات والقمار، كلها تترك آثار مدمرة على منطقة الناصية، البريفرونتال لوب، مقدمة الدماغ، المنطقة من الخلايا خلف الجبهة تسمى الناصية. هذه الناصية أيها الأحبة تتضرر كثيرا أثناء شرب الخمر وتناول المخدرات وأثناء ممارسة الزنا والعياذ بالله والفواحش، وتتضرر بشدة أثناء مشاهدة المناظر الإباحية، تتضرر بشدة أثناء لعب الميسر أو القمار،
وتتضرر بشدة أثناء الكذب. إذن كل هذه المعاصي تؤثر على الناصية. طب لماذا الناصية؟ ما علاقة الناصية بالمغفرة؟ الناصية أيها الأحبة، يقول العلماء، لها دور قيادي في توجيه الإنسان واتخاذ القرار. الدماغ فيه مناطق تنشط أثناء الخوف، مناطق تنشط أثناء المكافأة، مركز المكافأة. عندما تعطي الإنسان مبلغا من المال فإن هذه المنطقة تحرر هرمون السعادة فيشعر بالسعادة. هناك مركز للرؤية أو الإبصار، مركز للسمع، مركز لكذا، وهناك مركز لاتخاذ القرار، هنا الناصية. قدرتك على التحكم بعواطفك وقيادة نفسك موجود أين؟ في منطقة الناصية. قدرتك على العفو عن الناس وعدم التسرع والتهور موجود في الناصية، لأن العلماء قاموا بتصوير منطقة الناصية لبعض المجرمين المحترفين، وجدوا أن هناك مليارات الخلايا قد دمرت بسبب الإجرام، وأن الناصية لا تعمل لديهم بشكل صحيح، فتجد المجرم يخرج من السجن ليرتكب جريمة أخرى لا يبالي، لأن هذه المنطقة قد تضررت كثيرا بسبب المخدرات والخمور والزنا والفاحشة، وأصبح يصعب عليه كثيرا السيطرة على نفسه أو التحكم بأعصابه، وأصبح من الصعب جدا أن يتخذ قرار سليم. مثل سيارة لا يوجد فيها مكابح أو فرامل، تسير بسرعة هائلة، فهي تقوم ب يعني عمل حوادث وعمل مشاكل. هكذا المجرم لا يوجد مكابح هنا توقفه أو تجعله على الأقل يتسامح. طيب، لماذا قال الله والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون؟ لأنك أيها الإنسان عندما تتجنب هذه الفواحش، تتجنب الكذب، تتجنب المعصية، تتجنب قول الزور، تتجنب النفاق، تتجنب أذى الناس، تتجنب شرب الخمر، عندما تتجنب هذه الكبائر فإن منطقة الناصية ستكون في أفضل حالة، وستعمل الخلايا فيها بكفاءة عالية، وتساعدك على التحكم بأعصابك واتخاذ قرار سليم. لذلك إذا غضبت أو تعرضت لنوبة غضب، تجد أن لديك القدرة بسرعة على التسامح والمغفرة، لأن المنطقة هنا تمام، تعمل بشكل جيد. تأملتم أيها الأحبة؟ طيب، بالله عليكم، من يستطيع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط هذا الربط العلمي المحكم بين اجتناب الكبائر والفواحش والأخطاء والمعاصي وبين القدرة على المغفرة؟ لذلك نجد أن المؤمن هو أكثر الناس تسامحا، على فكرة، الذي التزم منهج الإسلام. في الإسلام حتى النظر محرم، ممنوع أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك. في الإسلام ممنوع حتى أن تشم رائحة الخمر أو أن تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. ممنوع أن تدخل إلى معدتك لقمة من حرام. ممنوع أن تأكل الربا أبدا. ممنوع أن تؤذي الناس. ممنوع أن تشتم. المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. ممنوع أن تسيء الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. ممنوع أن تسخر من أحد، لا يسخر قوم من قوم. ممنوع أن تؤذي أحدا. ممنوع أن تسيء لأحد. ممنوع أن تظن ظنا سيئا بأحد حتى مجرد الظن. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. هذا المنهج عندما تتبعه أنت كمسلم
فإن الناصية هنا ستكون في أفضل حالاتها وستعمل بكفاءة عالية تساعدك على التحكم بأعصابك أكثر وتساعدك على اتخاذ القرار بشكل أفضل وتساعدك أيضا على أن تعفو عمن أساء لك. سوف تجد نفسك متسامحا في كل شيء لا تبالي، لأنك تعلم أن هذا العفو يرضي الله، والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه الصفة يحبها الله فيك أيها المؤمن. إذن أيها الأحبة، كل آية والله في القرآن الكريم تستحق أن تكون قانون يدير حياتنا. هذه الآية قانون قائم بذاته، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، اجتنابك لهذه الكبائر والفواحش سيؤدي بك إلى قدرة عالية على المغفرة، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذا ربط علمي عالي أيها الأحبة. وأخيرا أتوجه بسؤال لكل مشكك وكل ملحد وكل من لم تعجبه تعاليم هذا الدين الحنيف، هل لديك تعاليم أفضل من هذه؟ يعني في الإلحاد أتمنى أن تقدموا لنا قواعد أفضل من هذه. هل لديك أفضل من العفو عن الناس؟ هل لديك أفضل من التسامح مع الناس؟ ماذا لديك أيها الملحد؟ كل ما لديك هو مدمر، تطلق الشهوات والغرائز وتطلق العنان لنفسك لتفعل ما تشاء، ثم تقول لا يوجد إله، لا يوجد بعث، لا يوجد نشور، لا يوجد حساب، لا يوجد عقاب. إذا كان لديكم أفضل من هذا الكتاب وهو القرآن قدموه لنا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول دائما آيات كثيرة تؤكد على أن هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم النافع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبأي حديث بعد الله وآخر